أكد مواطنون بأن ثورة 26 من سبتمبر المجيد مثلت محطة مهمة في تاريخ اليمن، أخرجت اليمنيين من الثالوث الإمامي البغيض، الجهل والظلام والفقر، وأعادت الاعتبار إلى الإنسان اليمني. ذكرى العظيمة، المناسبة الخالدة في قلوبنا جميعا، ذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر التي نقلت اليمن نقلة نوعية من عصر التخلف والجهل والفقر والمرض إلى عصر الحرية والتنمية. ومهما حاول البعض تشويه هذه الثورة ستبقى خالدة في قلوب كل اليمنيين، لأنها التي أعطت لليمنيين حريتهم، أعطت لليمنيين المعنى الحقيقي للحياة الحقيقية بعزة وكرامة. ونحن لا يمكن أن نقبل بحال من الأحوال أن نعود إلى ما قبل ثورة 26 من سبتمبر. كما نشكر أيضا الأخوة قناة اليمن اليوم على هذه التغطية والتفاعل مع هذه الذكرى العظيمة التي ينبغي على كل يمني أن يتفاعل معها، لأنها لا تخص فئة معينة بل تخص اليمنيين جميعا، وهي أمانة في أعناق اليمنيين يجب عليهم أن يدافعوا عنها. وإن شاء الله قريبا نحتفل في صنعاء بذكرى 62 في العام القادم إن شاء الله في صنعاء عاصمة اليمن التاريخية. ثورة 26 سبتمبر تعتبر هي الثورة الأم، وهي الثورة التي أخرجت هذا الشعب من الظلمات إلى النور، ونحن في حاجة إلى تجديد أهداف هذه الثورة المباركة التي ضحى من أجلها آباؤنا وأجدادنا، وضحوا بأرواحهم الغالية من أجل هذه الثورة المباركة، من أجل رفع مستوى هذا الشعب وإخراجه من الظلمات إلى النور وتطوير هذا المجتمع. ويجب علينا نحن في هذا الوقت الراهن أن نناضل من أجل هذه الأهداف التي رسمها آباؤنا وأجدادنا، لكي يرتقي هذا الشعب ويستمر في نضاله المبارك حتى تتحقق جميع هذه الأهداف المباركة. ثورة 26 سبتمبر لها مكانة في قلب كل يمني، وهي يعني حررت الشعب من الظلم والفقر والاستبداد والحكم الإمام والكهنوت. وإن يوم 26 سبتمبر يوم تاريخي عظيم على كل أبناء الشعب اليمني كافة. بارك للشعب اليمني في عيد 26 سبتمبر، فهو عبارة عن انطلاقة لثورة 26 سبتمبر على أهداف التحرر وانطلاقة للحرية وعدم الاستبداد. فنرجو احنا كتربويين وكإداريين ومدرسين وغير ذلك ان نحافظ على هذه الاهداف، اهداف ثورة 26 سبتمبر، فهي هي تطلع الشعب وتطلع لابنائنا الطلاب، ونعرف بما يدور حول الاهداف هذه وحول ثورة 26 سبتمبر من اغتيالات لهذه الثورة والاستيلاء عليها وتحقيق اهداف اخرى، لذلك علينا أن نحافظ عليها. ثورة 26 من سبتمبر الذي تعتبر نقطة فاصلة في تاريخ شعبنا اليمني ومحورية ونقطة تحول في مسار التاريخ اليمني من عهد التخلف والانحطاط والجهل والفقر والمرض إلى عصر التعليم والصحة والمنجزات في جميع مجالات الحياة. الشعب اليمني كان يعيش قبل ثورة 26 في سبتمبر في قهر وظلام، في تخلف مرعب، في قهر وظلام وتخلف مرعب، ولكن بعد الثورة، ثورة 26 سبتمبر، الشعب اليمني انفتح إلى الأمام بفضل هذه الثورة وثورة 14 أكتوبر المجيدتين الغالية على قلوبنا، الغالية على قلوب كل الشعب اليمني. إن هذه الثورة عكست ما كان فيه تخلف بأيام الجهل، أيام الإمام
البغيض الذي خلى الشعب في جهل مدقع، في فقر مدقع، وها نحن الآن وبحمد الله نعيش سعداء بفضل هذه الثورة المجيدة الغالية.